السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ هناخد النهاردة يونت 3 من Connect Plus Primary 1 الصف الاول الابتدائي. It's called my community، اسمها my community يعني مجتمعي، في مجتمعي. my community يعني مجتمعي. طبعا الكلمة دي مش اول سنة نتعرف عليها، فاخدينها من KG 2. هنا البنوتة بتقول this is my school، بتعرفنا على مدرستها. this is my school، دي مدرستي. Here is the classroom. Here is the classroom. ده الفصل بتاعي. Here is the playground. Here is the playground. ده الملعب بتاعي. I like my school. أنا بحب مدرستي. يبقى أنا عندي هنا school مدرسة تتحفظ. Classroom فصل تتحفظ. Sports hall. Sports hall. Sports hall يعني صالة الألعاب. Here is the sports hall. صالة الألعاب. Here is playground يعني الساحة. I like my school. أنا بحب مدرستي. طبعا الكلاس روم بتاعي بيبقى فيه some tools، بعض الأدوات اللي التيتشر بيستخدمها وأنا بستخدمها وأنتوا بتستخدموها. What's in my classroom؟ إيه اللي في الفصل بتاعي؟ هنا whiteboard، سبورة بيضة. table، ترابيزة أو منضدة. chair، كرسي. pencil case يعني مقلمة. pencil قلم. pen يعني قلم جاف. pen قلم جاف. eraser يعني أستيجة. sharpener يعني براية. ruler مسطرة. هنا الولاد بيسألوا بعض what is this، ما هذا؟ البنوتة قالت له it's a pencil case يعني هي ايه، هنا مقلمة. what is this، الولد هنا بيسأل ما هذا. It's a ruler يعني انها ايه، مسطرة. يبقى عندي سؤال مهم جدا اللي هو what is this يعني ما هذا، او مجاوبة على طول it's والشيء. it's a chair، it's a pencil، على حسب ما الاول بيشاور على الحاجة اللي بيسأل عنها. يبقى انا عندي whiteboard، table، chair، pencil case، pencil، pen، eraser، sharpener، ruler. هنا we will talk about some kinds of schools، بعض انواع المدارس. هنا بيقول لي listen and read، يلا نقرأ ونسمع. wider world، العالم الكبير مثلا. بيقول هنا ايه، in the UK، UK اللي هي United Kingdom، some children، بعض الأطفال، have lessons outside at a forest school، مدرسة في الغابة. a forest school يبقى ده نوع من أنواع المدارس. outside يعني خارجية، مش في مبنى داخلي. يبقى هما بياخدوا lessons بتاعتهم at a forest school. in Australia، ودي بلد أستراليا، some children have lessons at home، بياخدوا دروسهم في البيت، مش بيخرجهم، لأنهم they don't live near school، مش عايشين جنب المدرسة. in Bangladesh some children have lessons on boats، بعض الأطفال بياخدوا دروسهم في القوارب. في القوارب بيدرسوا ايه، ده نوع من انواع المدارس. يبقى انا عندي forest school، وعندي at home، وعندي هنا on boats، boats يعني قوارب. يلا ندرس الفاليوز بتاعت النهارده في team games يعني العاب الفريق. يعني لما اجي العب في فريق لازم في values، لازم ان انا اتبعها، يعني قواعد وحاجات مهمه. I play football with my friends. We play in the park، يعني أنا بلعب فوتبول مع أصدقائي. We play in the park، هنا هحفظ كلمة friends وهحفظ كلمة park يعني حديقة، لأن أنا عارف طبعا كلمة play يعني يلعب، وفوتبول هنحفظها يعني كرة القدم. We listen to our coach يعني إيه coach؟ يعني مدرب الفريق. We share the ball يعني بتشارك الكرة، يعني محدش كمان ياخد الكرة كده يبقى أناني. No، we share the ball، نشارك الكرة. We shake hands يعني حتى لو احنا بنكسبانين بعض مثلا، أو في حد فينا خسران بيروح يصافح التاني وعادي. We shake hands، لازم تبقى روحنا مرنة ورياضية. يبقى أنا هحفظ هنا football، friends، park، listen to، coach يعني ايه، يعني مدرب الفريق. share يشارك shake hands طبعا اخدناها وسهلة.
هناخد بليس كمان، بليس يعني مكان، مكان كمان ممكن يبقى نتواجد فيه اللي هو the park. بارك يعني الحديقة. أما بنكون مثلا خلصنا كل دروسنا وفي يوم الأجازة ممكن نروح نقعد في البارك شوية نتمرجح ونتزحلق. هنا الماي كلاس روم بيبقى فيه حاجات كده some things تستخدمها، والبارك بيبقى فيها some things مختلفة عن الكلاس روم. طبعا هنا الكلاس روم هنختار الحاجات اللي فيه زي مثلا بنسل كيس، إذا كلاس روم موجودة، وايت بورد، ايوه السبوره اللي بتبقى موجوده في الكلاس روم، سلايد، زحليقه تبقى في الكلاس روم، نو اتس ذا بارك، اتس ات ذا بارك. راوند اباوت، راوند اباوت، راوند اباوت يعني اللي هي الدويخه دي بتبقى موجوده ات ذا بارك. شاربنر، شاربنر، شاربنر يعني البرايه طبعا ات ذا كلاس روم. سوينج، سوينج يعني المرجحه دي تبقى طبعا at the park. هنا look match and complete، طبعا هننزل للصور ونعمل match، هنوصل ونشوف كمان الحرف الناقص complete park ناقصها letter a and r. market، market يعني السوق m a r k e t. bakery، bakery اللي هو المخبز b a k e r y، ودي كلمات لسه هديها لكم حالا بس احنا خلصنا الجزء الاولاني من unit 3، هنكمل مع بعض ان شاء الله الجزء الثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.